بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عماد، زي ما انت سمعت كده في التقرير، حاجه جميله جدا، الواحد جسمه اشعر كميه ده لسه كمان بيقولوا لي التقرير بتاع البطولات لسه قدامه، يعني هناخد فيه وقت اطول شويه. ما نفسكش تلعب، ترجع تلعب تاني؟ طبعا في البدايه لازم طبعا لازم اشكر، بس اشكركم على التقرير الجميل ده. ويعني بقول لك، انا لما بقعد اتفرج على الحاجات دي انا الحمد لله بتبسط، بحس ان انا لا حققت حاجه، عملت حاجه، ما قصرتش في شغلي، اسعدت الجماهير اللي ادتني حاجات كتيره جدا جدا على مدار تاريخي. انك تبعد عنهم فجاه او تبعد عنهم وانت مش حاطط في دماغك ان انت هتبعد او تبعد عنهم بفعل فاعل، دي الحاجه اللي اثرت فيها بشكل كبير جدا. كان نفسي اكمل، كان نفسي اكون موجود لحد وقتنا هذا. انا حاسس ان لا، كنت اقدر اكمل وكنت ابقى موجود. يعني لو هندخل في تحدي، يعني اديني شهر ونص، شهرين، واديني 3-4 ماتشات وديه وشوف وقيمني هقدر العب ولا مش هقدر العب. لكن خلاص، انا كان في مدير فني موجود ما كانش حابب وجودي في النادي الاهلي. هنتكلم عن نقطه، ما انا بقول لك يعني الفكره ان انا حابب ارجع ولا لا يعني. فكان رافض وجودي في النادي الاهلي، ومجلس الاداره قرر ان خلاص احنا مش عايزين عماد، يعني خد القرار بالتقرير اللي كان مكتوب. فما حسيتش ان انا قادر العب في حته تانية. عارف، لو عارف يا كابتن اسلام، لو حسيت ان في فكره طب روح مكان تاني، ولو انت لسه واقف على رجلك زي ما انت بتقول هترجع تاني، كنت ممكن اعمل كده، كنت ممكن اخد التحدي ده. لكن انت عارف، الناس ساعات بتبقى اكثر تقديرا منك انت، حتى بلاش من حد، منك انت، ان انت لما تسيب النادي اللي انت عشت فيه من وانت عندك 13 14 سنه لغايه لما بقى عندك كام، بطلت كام؟ بطلت 35. 35 لغايه لما بقى عندك 35 سنه، ده مش عمر، ده اكتر من بالزبط. يعني من وجودك في بيتك. فلما يبقى عندك 35 سنه ويبقى مقدر ليك ان انت تبطل بالعافيه من قبل مدير فني، ولكن انت خدت القرار ان انا مش هلعب في نادي تاني. صح، ما اقدرش، مش هقدر. يعني بص، مهما حاولت اقنع نفسي ومهما حاولت اقول لا انا قادر طب اكمل، مستحيل. ما حسيتش ان انا في اي نادي في مصر. فكرت الوقت ده عملت، كان بيجي لي عروض وناس بتتكلم معايا وكمل، انت قادر، انت لسه، انت انا لما رحت للتعاون السعودي كان الاعاره، انا كنت واخدها تحدي مع نفسي، مش ان انا اجيب اجوان. كان نفسي طبعا اجيب اجوان وكان نفسي اكسر الدنيا معاهم، لكن التحدي الاكبر ان انا قادر اجري ولا مش قادر. يعني عارف، وصلت لمرحله ان انت هل ممكن اكون انا فعلا مش قادر اجري والجهاز الفني عنده حق. رحت هناك، لما بتلعب فرقه متوسطه في الجدول المجهود بيبقى اعلى مليون مره. طبعا انا لعبت ماتش بعد 10 ايام وكان بقى لي سنتين ما بلعبش، المهاجم اللي كان موجود صف الدقيقه 35 وكملت. انت طبعا مباراه بالظبط، لا هنقول شوط لعب 60 دقيقه. المباراه اللي بعدها مع النصر السعودي 87 دقيقه. المباراه اللي بعدها مع الفيصلي 87 دقيقه. بعد كده 75. يعني الفكره كلها انا بقى لي سنتين ما بلعبش والمجهود عليه جدا وكنت قادر. ما سجلتش اهداف، او حظي الوحش ان الاهداف اللي سجلتها كلها كانت اوف سايد، بس ما اختلفناش. الفكره كلها تقييمي من الناحيه البدنيه، لا انا كنت واقف على رجلي. هو ما كانش ساعتها اعتقد الكابتن حسام البدري، مش كده؟ حسام بدري، وانا مش مطالب. هي النقطه كلها كابتن اسلام، بس عشان امورته واضحه، مفيش لعيب مطالب انه يلعب لو في 90 مباراه في الدوري نلعب 90 مباراه. طبعا مش مطالب ان انا العب المباراه كلها بشكل اساسي. طبعا مش مطالب ان انا اكون مشارك في كل، يعني الفكره كلها المفهوم غلط. من حق ده في اتحاد جده طبعا. اتحاد مع الاهلي في الدقيقه 92. الفكره كلها ان يعني الدقيقه كام؟ ده 92 برضو. يعني كنا متعادلين 1-1 وكسبنا 2-1 بالهدف. اتحاد جدة يا جدع، هدف من اغلى الاهداف اللي سجلتها هناك. ويمكن كان لا بيعتبروك هناك اتحاد جدة حاجه كبيره جدا. عملت طبعا موسم الحمد لله رائع، يمكن انتهى باصابه، لكن كنت عامل موسم رائع مع اتحاد جدة. سجلت اهداف كتيره، كنت فتره من فترات كنت هداف الدوري لحد قبل ما اتصاب، لكن في الاخر موسم من اروع المواسم، فزت ببطوله الدوري وللاسف خسرنا في نهائي اسيا. كان نفسي تسمع الصوت ده لانه المعلق السعودي في هذه المباراه حبيبي. تتهيأ عماد، الله العمدة عماد، جبت جون زيه في الاستقلال الايراني. كنا بنلعب مع اتحاد جده برضه، مع اتحاد جده في اسيا، كنا بنلعب الاستقلال الايراني وعاملين مباراه جامده جدا جدا، دخل فينا هدف مش عارف دخل فينا ازاي، مسيطرين على المباراه بشكل تام،
وسجلت هدف في الدقيقه 89 قريب من الطريقه دي بالظبط، لميت الكوره برجلي الشمال وبعد كده هشام بوشروان في الدقيقه 93 الهدف الثاني. كسبنا 2-1 برضو في المباراه دي، مباراه من المباريات اللي انا بحبها جدا، وهدف من الاهداف اللي انا ببقى مبسوط لما بشوفه، لان كان في مهاره شغل. كان في مهاره لا ياما الاهداف، هنشوف دلوقتي اهداف كتيره جدا وهنتكلم عن كل هدف، ولكن خلينا نتكلم